لا هو لما بيعصب خاوش الثالث تكلم هاي يا شباب شاركونا شاركونا يا شباب تعالوا قدام انتم تعالوا قدام مش كله خلينا خلف الحامل كان مضبوط هذا تعال بالله انا كم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تصوير مصطفى مش بيحد اخوي حد عنده بيرنا ولا لا ما مشكله صور يا عثمان عادي تعال تعال شباب تعال عثمان انضب بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سكان محلة خليف بلدية بنت بيه نطالب بتحسين خدمات الانترنت بمنطقتنا التي تشهد تذبذب وعدم وجود انترنت جيد بالمنطقة، ونطالب بتوفير خدمات الجيل الرابع اسوة مع المناطق المجاورة لكل من شبكة المدار وشبكة ليبيانا وهاتف ليبيا. وقد طالبنا في عديد المرات من شبكة المدار وقدمنا لهم مذكرة احتجاج ولم نجد أدانا صاغية، وشركة هاتف ليبيا مقطوعة عن المنطقة بالكامل، وتواصلنا مع شركة ليبيانا لتحسين الخدمات وفي كل مرة لا نجد إلا وعود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحررت بتاريخ 7/9/2021 والسلام عليكم. 7/9/9 والله الوقف احتجاجية هذه نتيجة يعني وعود اللي حصلناها من شركة ليبيانا وشركة هاتف ليبيا وشركة المدار بتوفير خدمات الجيل الرابع أسوة بالمناطق الأخرى. يعني كل يوم نشبع في منطقة جيل الرابع، تحاولنا تواصلنا مع شركة ليبيانا شركة هاتف ليبيا كل مرة حاضر وتو نجو وكذا، في بعض الأحيان يقولون إن نقص الإمكانيات مانيش عارف إيش، قلنا لهم مستعدين يجيبوكم على حسابنا، تعالوا اخدمونا اخدموا منطقتنا. يعني منطقة ما شاء الله عدد سكانها حوالي 3000 نسمة، فيها حوالي 3 مساجد، فيها مدرسة ثانوية، فيها معهد متوسط للمهن الكهربائية، فيها شركة مياه، شركة الكهرباء. وفي كل مره يعني ما وصلنا لحاليا، احنا حاليا جينا وقفه سلميه احتجاجيه ونطالب بتحسين الخدمات زينا زي المناطق الاخرى. يعني اللي هو ناقصنا احنا ما فهمناش يعني شنو نديروا معاهم ما عرفناش. خلينا خلف الحامل كان مضبوط هذا تعال بالله انا كم مستعجل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طالبون مشير. كمامات وين؟